اهلا بيكم. تكلمنا عن مراوح تبريد وتكييف وعن انوار مصابيح السياره نيسان N16 والرابط موجود في الوصف. في هذه الحلقه هنتكلم عن علبه الفيوزات وعلبه الكتاوت في حوض المحرك. بنلاحظ في علبه الكتاوت لاحدى الانواع زياده في عدد الريليهات مش موجود في النوع الاخر، وبالمثل في الفيوزات. والسؤال، هل يوجد اختلافات بين الموديلين ام هي مجرد زيادة في اوبشن السيارة؟ نتابع مع بعض. ده شكل علبة الفيوزات في حوض المحرك لهذا النوع. الكهرباء بتبدأ من موجب البطارية وتمر من خلال الكابل الى الفيوز الرئيسي من هذا الاتجاه، ثم تمر الى الاتجاه الاخر الى كابل الدينامو. وفي هذا النوع هو نفس الشيء، الفيوز الرئيسي الموجود على غطاء العلبة وقيمته 100 أمبير هو نفس الفيوز الموجود وقيمته 100 أمبير. بتمر الكهرباء من موجب البطارية إلى الفيوز الرئيسي، موجب البطارية من هذا الاتجاه إلى الفيوز الرئيسي إلى خط سير الدينامو، ويثبت في مسمار كهرباء الدينامو ويغطى بهذا الكفر تجنبا لحدوث شورت أو ماس في هذا المكان. بنكمل شرح الفيوزات. هذا الخط ملغي، وده فيوز زجاج الكهرباء وقيمته 30 أمبير، ده فيوز الكونتاكت وقيمته 40 أمبير، وهذا الفيوز هو الخط الأول لوحدة الـ ABS، وأيضا هذا هو الخط الثاني لوحدة الـ ABS وقيمة كل منهما 40 أمبير. ده فيوز مروحة تبريد المحرك التانية قيمته 40 أمبير، وده فيوز مروحة تبريد المحرك الأولى وقيمته أيضا 40 أمبير. بنكمل فيوزات الفرعية. ده فيوز الشبورة الأمامية، فيوز الضباب، ودي فيوزات ملغية لا تستخدم. ده فيوز المصابيح الأمامية شمال وقيمته 15 أمبير، وفيوز المصابيح الأمامية يمين وقيمته 15 أمبير، وده فيوز النور الصغير الباركنج قيمته 10 أمبير. وهذا الفيوز بيستخدم في حالة وجود وحدة الأنتي سيف الأمان، وهذا الفيوز لا يستخدم. وده فيوز سرينة الإنذار قيمته 10 أمبير، وهذا هو فيوز المباين شمعات الاحتراق الداخلي، وهو فيوز هام جدا في حالة وجود أي مشكلة فصل لهذا الفيوز المحرك لا يعمل. ده فيوز الكلاكسات قيمته 10 أمبير، وده الخط الرئيسي المباشر للراديو وقيمته 15 أمبير، وده الفيوز الرئيسي الثاني يوزع لعدة خطوط من خلال الكونتاكت وقيمته 60 أمبير. كده خلصنا علبة الفيوزات، وهي نفس علبة الفيوزات في النوع الأول. نشوف علبة الريليهات. من الداتا الموجودة في هذا النوع هي نفس الداتا الموجودة في النوع الآخر. نفتح غطاء العلبة، بنلاحظ وجود بعض الأماكن فارغة. بنشوف النوع الثاني، نفس الداتا، وهنا الريليهات أكتر من النوع الأول، وطبعا الزيادة في عدد الريليهات هي زيادة في الأوبشن في هذا النوع، وقد لا يستخدم بعض الريليهات. في هذا النوع الريلي الأول لا يستخدم، الريلي الثاني وكتاوت مروحة تبريد المحرك الثانية، وده كتاوت سرينة الإنذار، وهذا الكتاوت يستخدم في حالة وجود سرعة إضافية لمراوح تبريد المحرك. ده كتاوت الشبورة الأمامية، كتاوت الضباب، هذا الكتاوت لا يستخدم. ده كتاوت نور المصابيح الأمامية، ده كتاوت الكلاكسات، كتاوت مراوح تبريد المحرك. بكده نكون خلصنا علبة الكتاوت الأولى. نشوف علبة الكتاوت الثانية. في هذه العلبة يوجد كتاوت وحدة الأمان في حالة تشغيل هذه الخاصية الأنتي سيف، وكتاوت كومبروسر التكييف. ده كان شرح بسيط لعلبة فيوزات وريلهات سيارة نيسان N16. في ريلاهات بتستخدم في بعض الأنواع وقد لا تستخدم في أنواع أخرى،
وده باختلاف الاوبشن الموجود في السيارة. الى هنا بنصل الى نهاية الحلقة، بنشكركم والى اللقاء.